ياسمين، احنا النهارده في المؤتمر الصحفي للاعلان عن حفل ختامي ياسمين احنا النهارده في المؤتمر الصحفي للاعلان عن الحفل الختامي لمسابقه ملك الجمال العربي 2018. لو فزتي، ايه الرساله والمسؤوليه الاجتماعيه اللي هتقدميها للوطن العربي؟ اوكي، لو فزت انا حابه اعمل مشروعي، يعني حابه اني انشر حمله توعيه، هيكون يعني حمله تحسيسيه، هيكون ان شاء الله في المدارس، عشان اهم حاجه العلم، تعليم يعني الاطفال لما هم صغيرين ويعرفوا القانون بتاعهم، هيكبروا يعرفوا يدافعوا على نفسهم. هي عباره عن القضاء على العنف ضد المراه، عشان احنا في تونس كان عندنا القانون ده طبقناه، وفي مصر كمان القانون. فأنا حابة أنه أنشر الرسالة للبلدان الأخرى اللي في العالم العربي، وعشان ده كمان يعني ده بوينت كمان مهم عشان ضد الإرهاب، ده كمان موجود في البوينتس في الإرهاب، فدي حاجة مهمة. فحيكون ده حملة توعية في المدارس والجامعات في المدن والأرياف كمان، عشان تحصل مشاكل أكتر في الأرياف. وإن شاء الله أرسل هاي الرسالة يعني إن شاء الله للعالم العربي كله إن شاء الله. ومهما أفوز ولا ما أفوزش، إن شاء الله حامل دي المشروع ده حامله. ياسمين، اطلالتنا النهارده واللوك بتاعنا بقى، كلمينا عنه. لوك احنا دي اسمها قفطان، بس قفطان تونسي اكيد، بس في مودرن شويه. احنا ممكن لو شلنا ايوه. انت اوكي. ده قفطان تونسي، واللي عملته فاشن ستايلست في تونس ايناس ميس غاب اسمها، والكولكشن بتاعها حلو صراحه. يعني اذا الاكسسوارز كمان دي خمسة، اسمها خمسة تونسية. كمان في ده، فتونس احنا معروفين في الخمسة فنخمس يعني. فبس يا ياسمين، الحب بقى في حياتك بيمثلك ايه؟ الحب اكيد، الحب حاجة حلوة، ومن غير حب ما فهمش حياة. يعني الحبك لأهلك، لأصحابك، لجوزك، يعني فالحب أحلى حاجة في الحياة.